السلام عليكم أحبتي الصغار، قناة أحب الحيوانات ترحب بكم. لا تنسى الاشتراك في القناة لتكون فردا من أسرتنا، فهيا بنا نستمتع. بداية دعونا نستمع لأصوات هذه الحيوانات الجميلة، إنها رائعة. أليس كذلك؟ هناك قطط وجمل وبقرة إلى غير ذلك. قط كات. القط حيوان أليف يعيش معنا في المنزل، فهو صديق الصغار كما الكبار، يحب اللعب والمرح. صغير القطط يسمى هرير أو هريرة، ولها نبرات صوت مختلفة تصل إلى 100 نوع. صوتها يسمى مواء مواء. ومن مميزاتها أنها لا تحب الحمضيات كالليمون والبرتقال، لكنها تحب أكل اللحوم. القطط يا أطفال خارقة الذكاء مثلكم. بط داك. البط طائر برمائي جميل، يعيش في الماء وعلى الأرض، وهو يوجد في كل أنحاء العالم. صوته يسمى بطبطة. تبيض البطة بيضة واحدة كل يومين، ويسمى صغير البط بطيطة. هذه الكتاكيت تكون شرهة بالطعام، خاصة في بداية عمرها. البط يا أطفال حيوان لطيف، يعيش مع الإنسان، فهو مصدر اللحم والبيض. بقرة كاو. البقرة حيوان يحبها الصغار كثيرا، لأنها لطيفة وتعطيهم الحليب اللذيذ. بيت الأبقار يسمى حظيرة. تتغذى البقرة على العشب، لذلك تسمى حيوانا عاشبا. صوت البقرة يسمى خوار خوار. أما صغير الأبقار فيسمى عجل عجل. أما ذكر الأبقار فيسمى ثور. قرد مونكي. القرد إنه ذلك البهلوان المرح الصغير، يعيش في الغابة على شكل عائلة مثل الإنسان. يسمى الذكر قرد والأنثى مية.
يطلق على صغير القرد الأنثى اسم القشة، أما القرد الذكر فيطلق عليه الرباح. ينمو الصغير بحليب أمه، تحب القرود المرح واللعب كثيرا، وتفضل تسلق الأشجار، فهي ماهرة في ذلك. يسمى صوت القردة الزقح. القرود يا أطفال تحب أكل الفواكه مثلكم، وخاصة الموز. تهتم القردة ببعضها البعض، وتشبه الإنسان في كثير من تصرفاتها. النعجة شب. النعجة هي الأنثى، وذكرها يسمى خروف أو كبش. ريم. أما صغيرهما فيسمى حمل. ليم. الحمل يتغذى على الحليب مثلكم يا أصدقاء، لأن الحليب يقوي العظام. تتغذى على العشب الأخضر واليابس. تصنع ملابسنا من صوف هذه النعاش. صوت الخروف يسمى تؤاج أو مأمأة. النعاج يا أطفال الصغار تعطينا اللحم والحليب والصوف، وهي لطيفة لذلك نحبها. الفيل. الفيل حيوان ضخم يا أطفال. الذكر يسمى فيل، والأنثى تسمى عيثوم. أما صغيرهما فيسمى دعقل. الفيل حيوان عاشب، أي أنه يتغذى على العشب مثل القنية. الفيلة تحب اللعب كذلك مثلكم يا أطفال، كما أنها ليست عدوانية. تعيش الفيلة في أدغال إفريقيا.